وإنما دخل الاشتباه على أهل الدين من حيث إهمالهم النظر في ثلاثة أمور: الأول ترك التفتيش في موضعه، وبيان ذلك أن الناس ينقسمون بالنسبة إليك ثلاثة أشخاص: شخص معروف عندك بالخير والصلاة فقل من طعامه وعامله إذا شئت ولا تسأل، وثاني شخص مجهول عندك ولا تعرفه بخير ولا بشر، فإذا أردت أن تعامل هذا أو تقبل هديته فمن الورى أن تسأل، ولكن برفق، حتى إنك لو عرفت أنه ينكسر قلبه لذلك كان السقوط أفضل، وثالث شخص معروف عندك بالظلم كالذي يعمل بالربا ويجازه في بيعه وشرائه ولا يبالي من أي جهة يسير إليه المال، فينبغي ألا تعامل هذا رأسا، وإن كان ولا بد فقدم التفتيش والسؤال، وهذا كله من الوراء حتى تعلم أن الحلال في يده نادر عزيز، فإن ذلك يجب عليك الاحتراز. وإذا وصلت إليك عين تعلم أو ظن بعلامة ظاهرة أنها حرام أو شبهة فلا تتوقف عن ردها، وإن وصلت إليك على يد أصلاح الصالحين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال سيدنا الإمام الحداث في كتابه رسالة المعاونة: وعليك بمعرفة جميع ما حرم الله سبحانه وتعالى عليك لتجتنبه، فإن من لا يعرف الشر يقع فيه. قال القائل: تعلمت الشر لا للشر بل لتوجيه، عرفت الشر لا للشر لكن لتوجيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. أنت تعرف الشر ليس لأن تعمل وتعرف وإذا عرفت عملت به، لا، بل لتتوقاه، ولا يخدعك أحد من أهل الشر أو يكيدك أحد من أهل الشر أو يجذبك إلى طريق الشر، فلهذا تعرف الشر حتى تستقذر الشر، فإذا عرفته فاعرف أنه رجس نجس، وإذا عرفته فتوجه كما تتوجه النار، واستقذره كما تستقذر الخبث النجس. فإذا معرفة الشر فائدته أنك تتعوذ منه، فائدته أنك تتجنب أهله، فائدته أنك إن انتقدت على فاعله لم ترتكبه يوما ما، لأن إن من انتقد على شيء إن فعله انتقد عليه إذا فعله، كل شخص يعمل شيء انتقدت عليه أنت كذلك إذا فعلته ينتقد عليك. وليس المعنى كما يظن الناس أن هذا شر إذا عمله فلان ليس بشر، إذا عمله فلان شر، لا. الرجال الذين يسلكون طريق الحق أولئك الرجال الذين يجتدى بهم، وليس المعنى أنه إذا فعل منكراً أحد ممن يعتقد فيه صار معروفاً، لا، بل لا يقتدى به في ذلك. لهذا يقول الحبيب علي: اعرف الحق لأهل الحق وسلك معهم، فإذا عرفت الحق سلكته ومشيت في طريقه، وإذا عرفت أهله اتخذتهم جلساء، لأن بجلوسك مع أهل الحق تزداد رغبة في الحق، وبالعكس بجلوسك مع أهل الشر تزداد محبة في الشر، وهذا شيء يعرف من النظر والتجربة. وانظر للتجارب، ألا، فلهذا
كما قال سيدنا ومولانا الشيخ أبو بكر بن سالم فخر الوجود ومن سائر الأخيار حظي بالمعارف والأسرار ومن سائر الأشرار لحقه العار والنار والعياذ بالله. فلهذا تعرف الشر لتوقى الشر وأهله، وتعرف الخير لتلزمه وتلزم صحبة أهله. قال وعلم أنه لا يخشى على ذي دين وقوعه في تناول المحرمات العينية كأكل ما لا يحل أكله من الحيوانات. أي إنسان صاحب دين، ما هو طالب علم ولا عالم، أي إنسان ذي دين أن يهتم بأمر دينه، فإنه لا يأتي شيء من المحرمات العينية. هذا لحم خنزير تأتي له ما تأكل أي إنسان، ولا العلماء فقط ما يأكلون، ولا طلاب العلم، لا، أي إنسان يهتم بأمر دينه قال هذا عين حرام، عين هذا خمر، هذه ميتة، هذا لحم كلب، هذا لحم خنزير، ما بيأكله، ما يتناول أبدا، ما لا يحل أكله من الحيوانات. أي إنسان له اهتمام بأمر دينه، ولا في أخذ أموال الناس عدوانا كذلك، أي إنسان ما بيسرق، لو إنسان مهتم بأمر دينه ما بيأخذ مال هذا حتى ولو مطروحنا، مطروح هذا المالنا، إنسان ما هو مالي هذا، أعرف أنه مال فلان هذا، يعني ما هل يمنعني من السرقة إلا كون الباب مغلق، ولو كان الباب مفتوح بأقدم عليها، هل يمنعني من السرقة إلا أن الكاميرا متسلطة على ذلك المكان، لأن إذا أخذت الشيء بتطلع صورتي هناك في الكاميرا، تخاف من كاميرا الخلق ولا تخاف من كاميرا الخالق؟ إذن ما دخل الإيمان في قلبك، لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، عاد ما دخل. ليه؟ ما دمت تخاف من كاميرا الخالق ولا تخاف من كاميرا الخالق سبحانه وتعالى، كاميرا الخالق ما تحتاج إلى بيتري ولا كهرباء، إلستريك دائما معك، لكنه يهاب كاميرا صنعها مخلوق وينظرها مخلوق، ويهمل كاميرا الله سبحانه وتعالى، ويجعل الله أهون الناظرين إليه، فيخاف من طفل ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلام. ما حد يهتم بأمر دين بيأخذ مال الناس بغير حق، أي إنسان ما هو عالم ولا طالب علم، أي إنسان له اهتمام بأمر دينه يقول هذا المال حرام، هذا كيف أنا بأدخل في بطني حرام، بأدخل في بطن أولادي حرام، بألبس أولادي حرام، أي إنسان لا يأخذ مال الناس عدوانا وظلما بالغصب، الغصب الاستيلاء على حق الغير عدوانا، قال هذا غصب، والنهب أخذ مال الغير مع الاعتماد على الهرب قال هذا نهب، والسرقة أخذ مال الغير خفية في الظلمة أو في الليل أو نحو ذلك في الظلمة قال هذه سرقة، فإن ذلك إنما يصدر غالبا من جبار عنيد أو شيطان مريد، من إنسان لا عنده في قلبه إيمان، ما في قلبه إيمان، إلا جبار يعني مثل الحشرات الضارة، مثل الحيات والعقارب، عنيد مثل السباع الضارية، وظيفته أذية الناس، ولا يهمه ما نقص من أمر دينه، لكن يهمه ما دخل في جيبه وكيسه، ما يهمه ذلك، حلال حرام ما دام كذلك لا يبالي الله به، في أي واد من أودية جهنم رماه به، لا، لكن أنت ما تبالي بالله، الله سبحانه وتعالى لا يبالي بك. من لم يبل لم يبل الله به كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، أو شيطان مريد والعياذ بالله، على صورته إنسان
لكن متلبسه شيطان مارد من الشياطين، يتكلم أمامك إنسان لكنه في وجهه سفعة شيطانية، على قد مسح عليه إبليس وقال هذا من حزب النحيس خلاص قال بأبي هذا وجه لا يفلح، لأنك تستهين بالله وتستهين برؤية الله سبحانه وتعالى. هذا شيطان مريء يأخذ أموال الناس بغير حق ويظلم هذا ويقتل هذا ويقتل هذا لأخذ مال هذا، وينتهب ويغتصب ويسرق ولا يبالي، هذا شيطان تلبسه شيطان. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ينعزل الإيمان عنه يرتفع، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن يرتفع عنه الإيمان. الله أعلم هل يرجع إليه الإيمان أو لا يرجع، أو يموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن يرتفع عنه الإيمان، والله أعلم هل يرجع إليه أو يموت على سوء الخاتمة، نسأل الله العافية والسلام. وإنما دخل الاشتباه على أهل الدين، وإنما دخل الاشتباه على أهل الدين من حيث إهمالهم النظر في ثلاثة أمور. هذا الحرام واضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحرام بين والحلال بين، الحلال بين والحرام بين، من ما يعرف الحلال إلا إنسان ما هو مهتم بأمر دينه، ها؟ يعرف نظام الجوال ولا يعرف ما أحل الله ما حرم الله، إيش هذا؟ ها؟ قال وإنما دخل الاشتباه على هذين، هذا قال إنه بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، إلا من يعلمها؟ يعلمها إذا اشتبه عليك، ارجع إلى أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، هي يعلمهن كثير من الناس لا علمها إلا حذاق العلماء الذين اتصل علمهم عالم عن عالم عن عالم إلى سيد العلماء محمد صلى الله عليه وسلم. بماذا قال على أهل الدين اشتبه هذه الاشتباهات؟ قال من حيث إهمالهم النظر في ثلاثة أمور، هذا كله الذي وقعوا فيه في الاشتباهات بسبب إهمالهم لثلاثة أمور. الأمر الأول ترك التفتيش في موضعه، وبيان ذلك أن الناس ينقسمون بالنسبة إليك ثلاثة أشخاص، ترك التفتيش في موضعه، التفتيش السؤال والبحث، هذا تفتيش البحث عن الشيء. لهذا قال وبيان ذلك، أي التفتيش كيف بيان ذلك، أن الناس ينقسمون بالنسبة إليك ثلاثة أشخاص، إلى كل إنسان لهذا 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 لهذا، كل إنسان في حق الناس ينقسمون في حقه ثلاثة أشخاص، ثلاثة أشخاص. الشخص الأول شخص معروف عندك بالخير والصلاح، واحد معروف أن هذا من الأخيار، من هذا من الصالحين غير المتجرئين على الدين، قال فكل من طعامه وعامله إذا شئت ولا تسأل، لا عد تفتش، لا عد تفتش أبداً ولا عد تبحث، معروف أن هذا من الأخيار وهذا من الصالحين وله مداخل الحلال، هذا إذا أتى إليك بطعام فكله، أرسل إليك لباس فالبسه، وإذا أردت أن تعامله ببيع أو شراء أو إيجار أو غير ذلك من المعاملات فعامله إذا شئت ولا تسأل من غير تفتيش. إيه؟ لأنه يهتم أنه لا يقع في المكروه، هل بيقع في الحرام؟ يخاف من الحرام كخوفه كخوفه من المكروه، يخاف من المكروه كخوفه من الحرام، هل بيقع في حرام؟ ما بيقع في حرام. الشخص الثاني في كل إنسان ينقسم الناس في حقه ثلاثة أشخاص، شخص مجهول عندك ولا تعرفه بخير ولا بشر، غريب ما تعرفه، جاء إنسان ما نعرفه وجاب لنا طعام
أو أرادنا أن نبيع أو نشتري معه مثلا، ما تعرف بخير ولا تعرف بشر. فإذا أردت أن تعامل هذا الشخص أو تقبل هديته إن أهدى إليك شيئا، فمن الورع أن تسأل. تفتش أنا في تفتيش، تفتيش أنا هذا تفتيش، ما تفتيش عند البوابة هناك تفتش في عندك شيء، تفتيش في المطار لا، في عندك بوم ما في عندك بوم، تفتش أنا هكذا تفتيش. أنت تفتش إذا أنت حريص على دينك، فتش إذا تعرف هذا ما نعرفه نحن، ألا هو من الأخيار هو من الأشرار، ما نعرفه لا بخير ولا بشر. فإذا أردت أن تعامله ببيع أو شراء أو أهدى إليك شيء تريد أن تقبل هديته، فمن الورع لا من الوجوب. الفقهاء ما يتكلمون على هذا الباب، لا ألا بيقول الفقهاء يقول جائز عامله من لم تعرفه ولا بخير ولا شر عامله، لكن سادات العلماء يتكلمون على هذا. من هم سادات العلماء؟ الذين جمعوا بين الشريعة والطريقة والحقيقة، أولئك هم سادات العلماء، ساداتنا الصوفية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمن الورع أن تسأل، ولكن ما هو بجدة. هذا الحين ذا سرقت ولا ما سرقت أنت؟ منين هذه الهدية هذه؟ هذا سنقية كبيرة، هذا غبي أحمق، ما هو هكذا. واحد أهدى إليك صارون بهائس ما تعرفه، ها؟ تقول هذا سرقته، منين سرقته هذا؟ حلال ولا حرام؟ لا ما هو هكذا، ما هو بهذه الطريقة. لكن تبحث برفق، ولكن برفق، حتى إنك لو عرفت أنه ينكسر قلبه لذلك كان السكوت أفضل. ها؟ واحد عزمك أو أرسل إليك طعام ولا تعرفه لا بشر ولا بخير، إذا أمكن أن تبحث من غير أن يشعره بأسلوب أو بسؤال من بعيد عنه ممن يعرفه، لا بالسؤال المباشر تقوله هذا الطعام اللي جبته حلال ولا حرام. هذا غبي كبير، لأن كسرك خاطر هذا المسلم الذي جاء فرحان بالهدية هلا أشد من هدم الكعبة، أشد عند الله، لأن حرمة المؤمن عند الله أشد وأعظم من حرمة الكعبة. وأنت بس خاطره أقول لك لا، لو عرفت أنه ينكسر قلبه لذلك إذا سألته كان السكوت أفضل، الأفضل أنك تسكت. بعدين إذا شككت شيل الهدية وأعطها واحد ثاني محتاج، ولا تكسر خاطره ولا تسيء إليه، لأن كسرك خاطر المسلم أشد من هدم الكعبة، أشد، لأن المؤمن حرمته عند الله أعظم من حرمة الكعبة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالكعبة وهو يقول يخاطب البيت، أما إن الله عظمك وحرمك وجعلك قبلة للناس، أما والله أن المؤمن أعظم حرمة منك، أعظم حرمة. قال والثالث شخص معروف عندك بالظلم، شخص معروف بالظلم، معروف أن هذا إنسان يظلم ويأخذ أموال الناس بغير، كالذي يعامل بالربا، معروف أن كله حق التجارة مع البنوك الربوية بالربا، ويجاز في بيعه وشرائه ولا يبالي من أي جهة يصل إليه المال، يجاز في بيعه وشرائه ولا يبالي من أي جهة وصل إليه المال، حلال حرام يخلط يخبط هذا الشخص. قال فينبغي ألا تعامل هذا رأسا، فينبغي لك أيها الحريص على أمر دينك ألا تعامل هذا الشخص هذا رأسا أبدا، ما في دون تفصيل في هذا، وإن كان ولا بد أنك تعامله في حاجة لذلك.
قال ولابد فقدم التفتيش والسؤال البحث تفتيش البحث ابحث هذا بيع هذا البيت هذا نعرفه أنه له خربة اسأل من أين هذا المال هل من مال الحرام أو من مال سرقه أو من مال غصبه أو من أين له أو يتاجر في المخدرات أو يتاجر في الخمور أو من أين هذا إن كان ولا بد قال إمام الحداد أولى أن لا تعامله رأسا من فوق خلاص تقطع هذا الباب تسد هذا الباب قال وإذا كان ولا بد إذا أيها الحريص على أمر دينك فقدم التفتيش والسؤال بحث هنا الوسوسة المندوبة هذه الوسوسة المندوبة هذه وسوسة مندوبة ما هو وسوسة بس 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 هذه ما هو ما هو من الدين هذا أو الله أكبر الله أكبر 10 مرات ما أنزل الله بها من سلطان هذا ما هي من الدين ولا هو من حرص من الدين ولا هو من الورع في الدين بل من جهل بالدين وجهل بشريعة سيد المرسلين وسنة أفضل الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وهذا كله من الورع حتى تعلم أن الحلال في يده نادر عزيز فعند ذلك يجب عليك الاحتراز من حيث لو الإنسان بيترك الورع يجوز معاملة من أكثر ماله حرام يجوز مش ما تعلم أن هذا المال عينه حرام لكن إنما هذا قال لا تعامله رأسا قال الإمام الحداد هذا من باب الورع هذا من باب الورع وإذا اتضح لك أن هذا البيت الذي بيبيعه قد غصبه أو سرقه ونحو ذلك فلا تخذ فيه وإذا لم يتضح لك الأمر فمن الورع تركه ولا يحرم عليك أخذه فعند ذلك يجب عليك الاحتراز نعم تحترز ليسلم لك أمر دينك وإذا وصلت إليك عين تعلم أو تظن بعلامة ظاهرة أنها حرام وصلت إليك صارون وصلت إليك هدية ناس يقولون أو نحو ذلك فلا تتوقف عن ردها وإن وصلت إليك على يد أصلح الصالحين تظن بعلامة ظاهرة أنها حرام حرام في علامة أن هذه حرام قال فلا تتوقف ألا في ردها عن ردها لا تتوقف عن ردها تردها قال وإن وصلت إليك على يد أصلح الصالحين حتى يات واحد جابها شوف جابها لك رجل من الصالحين ألا الواسطة التي أوصلها إليك رجل من الصالحين قال ولو على يد أصلح الصالحين انتبه تسلمها وانتبه تأخذها نعم سيدنا إبراهيم بن أدهم وسيدنا الفضيل كان في السجن فأرسلت إليه أخته طعاما طعام فتركه ولم يأكله فبلغ لها ذلك بلغها بعد ما خرج من السجن قالت له يا أخي لقد أرسلت إليك طعاما حلالا من كسب يدي لماذا لم تأكله؟ هل شككت في حلي؟ قال نعم أثق أن الطعام الذي أرسلته حلالا 100% لكنك أرسلته مع من؟ على مع السجان السجان الذي جابه من الباب إلى الباب هذا ظالم وصلني على يد ظالم فالطعام الذي جبته مسته يد ظالم فلهذا لم أكله شوف كيف عندنا والكشف كيف جاهم الكشف ها؟ الكشف جاهم باللعب ها؟ والكشف جاهم كيف الكشف جاهم ها؟ جاهم يعني بأكل الحرام ما بيجي هذا لأن هذا نور وهذا ظلمة ما يتأتى الظلمة تطفي هذا النور والحلال يضيء في القلب نور قال والأمر الثاني وقال حا 3 أمور له ألا الناس وقعوا في الأمور قال في 3 قال وإنما دخل الاشتباه على أهل الدين من حيث إهمالهم النظر في 3 أمور قال محمد لماذا وقع الناس في إهمال الدين قال لإهمالهم 3 أمور الأمر الأول ترك التفتيش الأمر الثاني عدم الاحتراز من المعاملات الفاسدة يبيع
بيع فاسد ناقص شروطه وأركانه خلاص إيش أنت بسوي؟ بتعمل دكان تفضل تعال هذا فلوس. سيدنا عمر يقول من لم يتفقه في ديننا فلا يبيع في سوقنا. ليه؟ لأنك ما بتسلم من المعاملات الفاسدة ومن الربا، عدم الاحتياط من المعاملات الفاسدة. وطريق الخلاص أن تجتنب جميع البيوع الفاسدة والمكروهة وجميع البيوع المكروهة ليسلم لك. حتى البيوع المكروهة تنقسم إلى أقسام، والبيوع المحرمة تنقسم إلى قسمين: بيع حرام، معاملة حرام مع عدم الصحة، ومعاملة حرام مع الصحة تجنبها كلها، حرامها مع الصحة وحرام عليها، وكذلك المكروهة. فيكره المعاملة بعد الأذان الأول من يوم الجمعة وبعد الأذان الثاني حرام، فاجتنب ذلك كله. فلا تبع ولا تشتري إلا بالصيغة صحيحة، إذ من أركان البيع الصيغة، وله 6 أركان البيع. قال ولا بأس بالمعاطاة في المحقرات كما قال الإمام النووي، اختيار الإمام النووي واختار كذلك الإمام الغزالي. القول المعاطاة، هل يصح المعاملة بالمعاطاة؟ نعم تصح على قول ولا في المذهب، فلا بأس لو كان في المعقرات كما بيشتري أشياء من المحقرات اليومية، هذه أشياء أمور بسيطة لا بأس. بل اختار بعضهم في كل ما يعد الناس بيعا تصح المعاملة بالمعاطاة. ومعنى المعاطاة هو إهمال الصيغة فقط، ليس معنى المعاطاة أنك تهمل بقية شروط البيع من شروط البائع، من شروط المشتري، من شروط الثمن، من شروط المثمن، لا، فقط هو تعيين الثمن من غير تلفظ بالصيغة، هذه معاطاة، هذه فيها خلاف. اختار إمام من هذا قال من مما في الأمور المحقرات، وقال بعضهم في كل ما يعده الناس بيعا يدخل، وليس خاص في البيع والشراء، بل المعاطاة تدخل في الإجارة، فبقية الأبواب المعاملات كلها تدخل المعاطاة، وهو إنما تهمل في المعاطاة الصيغة مع اشتراط بقية الشروط. لا قوس. واجتنب الغش، لا تغش أحد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، حتى لو شينا، انتبه تغش، حتى شينا، حتى كافر، انتبه. وقد انتشرت فتاوى بعض الناس اليوم وأنه يقول بجواز ذلك، وهذه فتوى ما أنزل الله بها من سلطان، فانتبه إذا سمعتها أو قرأتها أن تأخذ بها. وقد سمعتها تكرر عند كثير من طلبة العلم، فهذه فتوى بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وانتشرت الآن في هذه الأيام. وإياك والكذب، أي بيع وشراء في كذب ماشي بركة فيه، ماشي بركة. فتكذب من شأنه تبيع السيارة حقك، من شأن تبيع البضاعة حقك، ماشي بركة فيه. والحلف على السلع، انتبه كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، ماشي بركة، بنص حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حلف والله كذا، والله كذا، والله أعطانا كذا، والله حصلت فيه كذا، والله هذه كذا، حلف يمين من شأن يرغب المشتري في الشراء. هذه استهنت باسم الله، اسم الله ما يذكر إلا عند العظيم، فعظم العظيم إذا بغيت العظمة، إذا بغيت البركة أنت استهنت باسم الله سبحانه وتعالى، فلا تحص البركة لا في بيعك ولا شراء ولا في معاملتك.
لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين منفقة للسلعة ممحقة للبركة. ولا تكتم عيبا في سلعتك لو اطلع عليه المشتري لم يشتريها بذلك الثمن، لا تكتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد على جميع الأمة النصح لكل مسلم. كان أحد باع جمل أنثى، بعد باع تمت الصفقة بثمانمائة دينار، يوم أخذوا مشى جاء أحد من الصحابة يقول إيه هذا الجمل فيه عيب، كيف كم اشتريته؟ قالوا كذا، شوف في قدمه ثقبه. يا البايع يا أخي حرام عليك، أفسدت علي صفقتي، خلاص الرجال قد اشترى وقد رضي. قال: لا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ علي العهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ النصح لكل مسلم. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام علينا العهد النصح لكل مسلم، أبو تنصح. وهذا اللي بيع، هذا ما هو بايع ولا مشتري، إذا كان ينظر ويعرف البيع في السيارة في الجمل هذا مثل السيارة مثل الجوال، مثال من باب أولى. أنت أيها البايع أنت تعرف أن هذا الجوال في عيب، بتبيعه بمليون روبية، لو علم المشتري بعيب هذا الذي أنت تطلع عليه ما بشتري بمليون، بشتري بخمسمائة، بخمسمائة ألف. فيجب عليك بيانه، وإلا فتكون قد وقعت في الغش. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا. الله يجنبنا وإياكم كل الغشاش وكل المعاملات الفاسدة وكل المعاملات المحرمة، ويجنبنا الحرام حيث كان وعند من كان، ويرزقنا من رزقه الحلال الواسع الذي لا يعذبنا عليه رزقا طيبا من غير تعب ولا منة ولا تبعة لحد، يجنبنا حيث كان وحيث كان، ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومما جمعه الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور رضي الله تعالى عنه في كتابه بغية المسترشدين، باب الحيض لأن قال: مسألة الأشهر. قوله في التحفة: أقل الحيض يوم وليلة أو قدرهما متصلا، فمتصلا حال من قوله أو قدرهما، أي أقله يوم وليلة حقيقة كأن رأته من الصبح إلى الصبح، أو قدر يوم وليلة وفرض ذلك القدر متصلا، وإن لم يتصل هو ولا الدم، ولم يتلفق إلا من 14 يوما، كأن رأت 6 ساعات دما ثم 8 نقاء ثم 6 دما ثم 8 نقاء ثم 6 دما ثم 8 نقاء ثم 6 دما، فمجموع الدماء يقدر يوم وليلة متصلين، فلا شك في كونه حيضا، وإنما الخلاف في أن حيضها الدماء فقط، فيكون الأقل لأنه بقدره، وهو قول التلفيق، أو مع النقاء المتخلل، وهو قول السحب الذي عليه العمل. وقوله بناء على قول السحب أراد به الإشارة إلى الخلاف، وهو أنها لو رأت أول 14 دما مقدار 10 ساعات وآخرها كذلك، فالمجموع دون أقله متصلا، فليس حيضا على قول التلفيق، وكذا على قول السحب على الأصح من 6 أوجه، إذ من شرط قول السحب ألا ينقص مجموع الدماء عن يوم وليلة وقد نقص، فهذا الخلاف الذي أشار إليه في التحفة فكأنه قال: شرط إذا تلفقت الدماء ألا ينقص مجموعها عن يوم وليلة وإن بنينا على قول السحب. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال في بعض الهامش في كتابه بغية المسترشدين مسألة شين، أي من فتاوى الإمام الأشهر. قوله في التحفة الشيخ ابن حجر: أقل الحيض يوم وليلة. عرفنا الحيض لغة السيلان، يقول حاض الوادي أي إذا سال الوادي، وشرعا دم جبلة يخرج من أقصى أي من داخل الرحم، يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة لا على سبيل المرض، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم. نعم. والحيض مسائله معروفة، ألا ما دام أقل الحيض معروف يوما وليلة وأكثر 15 يوم لأيلية، فما دام الدم لم يخرج عن ذلك فذاك واضح، ألا الحيض واضح أمره. لكن الذي يحتاج السؤال له هو مسائل الاستحاضة، إذا نقص الدم عن أقله أو عبر أكثره أو عبر أكثر النفاس، فحينئذ هذه مسائل الاستحاضة تحتاج إلى سؤال وإلى تقرير. هذه المسألة ذكرها الإمام الأشعر، قال أقل الحيض يوم وليلة واضح، أو قدرهما متصلا، متصلا، إذا كان ترى لهذا قال فمتصلا حال من قوله أو قدرهما يوم وليلة، أي أقله يوم وليلة حقيقة، كان رأت من الصبح إلى الصبح، من الفجر الدم إلى الفجر، هذا يوم وليلة متصل حقيقة، أو قدر يوم وليلة ألا وفرض ذلك القدر متصلا، واضح هذا حقيقة هذا الاتصال، وإن لم يتصل هو ولا الدم قال أو يوم وليلة لكن ما هو متصل، كيف صورته؟ مثال: في 15 يوم رأت كل يوم ساعتين دوجم دم، كل يوم دوجم دم، كل يوم في 15 كم ساعة؟ 30 ساعة، إذن أكثر من 24 ساعة، هذا كله الدماء هذه والنقاء الذي بينها كل هذا حيض، كله حيض، كله حيض، الدماء والنقاء المتخلل بينها كله حكمه حيض، ما في استحاضة، كله حيض. وهذا القول المعتمد، قول اللقط، قول السحب. وإن لم يتصل الدم، معنى الاتصال هنا بحيث لو أدخلت المرأة القطنة في فرجها لخرجت متلوثة بالدم، وليس معنى الاتصال أن الدم يخرج مثل ما يخرج من الحنفية هذا بتموت بعد ساعتين على طول لا. وإن لم يتصل هو ولا الدم ولم يتلفق إلا من أربعة، إلا من 14 يوما، كأن رأت مثال 6 ساعات دما، هو عنيها. وإن لم يتصل هو ولا الدم، مثال ذلك إيش مثاله؟ قال كأن رأت 6 ساعات دما ثم 8، أي 8 ساعات نقاء ما في دم، ثم 6، أي 6 ساعات دما، ثم 8 نقاء، ألا ثم 6 دما، ثم 8 نقاء، ثم 6 دما، كم مجموع هذا؟ كم المجموع؟ فمجموع الدماء بقدر يوم وليلة متصلين، فلا شك في كونها حيضة. كيف رأت 6 ساعات دما، واضح؟ رجوس، بعدين 8 ساعات نقى ما في دم أبدا صافي، ثم بعد ذلك 6 ساعات
دما. ثم 8 ساعات نقى ما في دم أبدا، ثم 6 ساعات دما، 8 ساعات نقى، ثم 6 ساعات دما، كم؟ 6 و6 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 كم؟ دوابلو انبد، هذا جم، دوابلو انبد جم، هذا أقل الحيض. مجموع هذا كله الدماء والنقاء المتخلل بينها كله حيض. عرفت؟ هذا هنا يوم وليلة ما هو حقيقة، لكن قدرها، قدر يوم وليلة، لأنها 6 ساعات ثم 8 ساعات فاضي ما في شيء، ثم 6 ساعات ثم 8 فاضي، ثم 6 ساعات دم، ثم 8 ساعات ماشي، ثم 6 ساعات دم. جمعنا 6 6 6 6 كله 24 ساعة. نم 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 ألا انبت كالي يساوي كم؟ يساوي دوا بولو انبت جم. ثم ساتان، فمجموع الدماء بقدر يوم وليلة متصل، فلا شك في كونه حيضا، واضح هذا، ما ينبغي أن يجهله أحد، واضح هذا، ما ينبغي يعني ما يحتاج إلى بحث ولا يحتاج إلى سؤال، واضح. وإنما الخلاف في أن حيضها الدماء فقط فيكون الأقل، لأنه بقدره، وهو القول، وهو قول التلفيق، أو مع النقاء المتخلل وهو قول السحب الذي عليه العمل. هنا عندنا في المذهب خلاف، عندنا قول السحب وقول اللقط الذي عبر عنه بالتلفيق هنا، يسمونه قول اللقط، سمينا يقول اللقط، اللقط يعني أن القول المعتمد هو قول السحب. ما معنى قول السحب؟ أنها لو كان مثال جاءها الدم 3 أيام دم، 3 أيام نقاء صافي، 3 أيام دم، قول السحب نقول كلها 3 الدم والثلاث النقاء والثلاث كلها نسحب لها حكم الحيض، كلها حيض. هذا هو القول المعتمد، قول السحب. والذي عبر عنه بقول التلفيق هو اللي عبر عنه في كتب الفقهاء المتقدمين قول اللقط، اللقط نلقط أيام الدم وأيام الدم بس، 3 و3 6 أيام هذه نقاء لا ما هي حيض، 3 في الوسط هذه ما هي حيض نقاء، هذا يسمى قول اللقط. إيش المعتمد؟ قول السحب، أن الدماء كلها مع النقاء المتخلل بينها كلها حيض، ما دامت في 15، ما دامت تحت دائرة في 15، هذا تحت نطاق 15 يوم ما زاد الدم. إذا زاد نأتي بعدين أحكام استحاضة بحثا لاين له. طيب، أو مع النقاء المتخلل وهو قول السحب الذي عليه العمل، وقوله بناء على قول السحب الذي هو المعتمد أراد به الإشارة إلى الخلاف، وهو أنها لو رأت أول 14 دما مقدار 10 ساعات وآخرها كذلك فالمجموع دون أقله متصلا فليس حيض على القول، على قول التلفيق، وكذا على قول السحب على صح. واضح هذا؟ جاء الدم 10 ساعات لو رأت أول 14 دما مقدار 10 ساعات وآخرها كذلك، 10 ساعات رأت الدم تمام، ثم انقطع الدم في 14 هي 10 ساعات كذلك، 10 و10 كم؟ 20. إذن هذا الدم فساد كله، كل الأيام اللي تركت الصلاة فيها تقضيها، ليه؟ تبين أنه ما هو حيض، نحن كنا ظننا حيض، فيجب عليها أن تقضي تلك الصلوات على قول السحب على المعتمد ولا على قول اللقط، على كلا القولين ليس بحيض.
ألم سواء على قول السحب أو على قول اللقط. وكذا على قول السحب على الأصح من ستة أوجه في المسألة، المسألة فيها ستة أوجه، ستة أقوال. ألم عرف معنى قول السحب؟ ها المعتمد قول السحب، قول السحب أنا دم ثلاثة أيام دم ويومين ويوم نقاء وثلاثة أيام دم، هذا اليوم حكمه حيض كله سحبنا عليه، أو يوم دم ثلاثة أيام نقاء ويوم دم، الثلاثة أيام نقاء مع الدم هذا كله نخلطه مرة كله حيض كله، هذا قول السحب. أما سمي بذلك لأنها ماذا؟ سحبنا الحكم بالحيض على النقاء، لأننا سحبنا الحكم بالحيض على النقاء. أما قول اللقط، لماذا سمي قول اللقط؟ لأن حلقتنا أيام الدم بس أقل. هلا هذا قول النقاء ما هو حيض، لقطنا معلوم ألا أنها لو عشر ساعات جاء الدم في 14 يوم، عشر ساعات في أولها وعشر ساعات في آخرها، على قول اللقط ليس حيض، على قول السحب على المعتمد من ستة أقوال أنه ليس بحيض. إذ من شروط قول السحب أن لا ينقص مجموع الدماء عن يوم وليلة، وفي هذه الصورة قد نقص، فهذا الخلاف الذي أشار إليه في التحفة فكأنه قال بشرط إذا تلفقت الدماء أن لا ينقص مجموعها عن يوم وليلة، عن يوم وليلة. وإن بنينا على قول السحب فعلى هذه الصورة إذا كان في 14 يوم الدم في 10 ساعات في أول 14 يوم وعشر ساعات في آخر 14 يوم، هذا ليس بحيض باتفاق قول اللقط مقابل المعتمد وقول السحب وهو المعتمد باتفاق. هلا لكن في خلاف على قول السحب والمعتمد ليس بحيض. باقوز طيب تم مسألة بالفقيه، اختلاف عانة المرأة في الطهر كاختلافها في الحيض، فإذا لم تنتظم ولم تتكرر كأن كان عادتها ستة أيام حيضا وأربعة وعشرين طهرا فتغيرت في دور إلى ستة وعشرين يوما وفي آخر إلى تسعة أشهر ثم آخر إلى شهرين ثم استحيضت ردت إلى ما قبل شهر الاستحاضة وهو الشهران، فإن تكررت كذلك وانتظم تكرارها فترجع إلى 24 ثم إلى ما بعدها على الترتيب المذكور، وهذا حيث لم ترى قويا بشرطه، وإلا فهو الحيض وإن تأخر وغيره استحاضة وإن طال أو كان فيه قوى أو كان فيه قوي وضعيف لم يتميز. نعم قال مسألة ب أي من فتاوى الحب عبد الله بن حسين بن الفقيه، اختلاف عادة المرأة في الطهر كاختلافها في الحيض سما ألا عن التكرر عود الدم مرة أو أكثر ولا عوض غير نظم الأول. قال اختلاف عادة المرأة في الطهر، تارة يكون طهرها 20 تارة يكون طهرها 23، قال كاختلافها في الحيض سما فإذا لم بيفرع على هذه المسألة، فإذا لم تنتظم عادتها ولم تتكرر إف صورتها، قال كأن كان عادتها ستة أيام، عادة هذه المرأة كل شهر تحيض ستة أيام حيضاً، كان عادتها ستة أيام حيض وأربع وعشرين طهرا، هذا الغالب، إذا كان حاضت ستا بتطهر 24، حاضت سبعا بتطهر 23، حاضت عشرا بتطهر 20، وهكذا لا واضح، إذ كل شهر غالبا أنه فيه حيض وفيه طهر.
الغالب قال هكذا عادتها 6 أيام حيض 24 طهر هكذا عادتها كل شهر هكذا عادتها قال فذات مرة شهر من الشهور قال فتغيرت ألا في دور إلى 26 يوما ها؟ كان طهرها كم 24 في شهر من الشهور في دورة من الدورات كان طهرها 26 وفي شهر آخر إلى 9 أشهر ألا وفي آخر إلى 9 أشهر ثم آخر إلى شهرين ثم استحيضت ها؟ يعني شوف كيف في شهر كان طهرها 24 يوم في آخر كان 26 يوم وفي آخر جاءها الحيض وقعدت طاهرة 9 أشهر ماشي حيض ماشي دم أبداً 9 أشهر ثم في آخر طهرت وجاءها الحيض طهرت شهرين ماشي حيض واختلفت الآن ألا الآن بدأت المسألة ثم استحيضت ثم بعد ذلك جاءتها الدم وجاوز 15 يوما وحكمنا بأنها استحاضة وحكمنا بأنها استحاضة قال ثم استحيضت ما الحكم في هذه المسألة أفيدونا رضي الله عنكم الجواب ردت إلى ما قبل شهر الاستحاضة ما الذي قبل شهر الحاضة نتقدم معنا في شهر يا طهرها 24 وفي طهر 26 وفي طهر 9 أشهر وفي طهر شهرين قال العبرة بآخر عادة قبل الاستحاضة إيش آخر شيء؟ شهرين صح؟ آخر شيء شهرين خلاص فالاستحاضة نجعل طهرها في عادتها إن لم يكن لها تمييز نجعل طهرها شهرين ثم نحيضها بعد ذلك على حسب عادتها في الحيض على حسب عادتها في الطهر سماء سماء فإن تكررت كذلك تكررت كذلك وانتظم تكرارها قال فترجع إلى 24 ثم إلى ما بعدها على الترتيب المذكور وهذا حيث لم ترى قويا بشرطه وإلا فهو الحيض وإن تأخر وغير استحاض وإن طال أو كان فيه قوي وضعيف لم يتميز طيب عرفنا هذه المسألة العبرة بآخر عادة من الطهر فإذا استحيضت بعد ذلك نعطيها الطهر الذي قبل الاستحاضة وعادتها التي قبل الاستحاضة كم تحيض أنت؟ 6 أيام خلاص نعطيها حيض 6 أيام من الاستحاضة كنت قبل الاستحاضة كم الطهر؟ قالت كنت أطهر 2 شهر خلاص نعطيها من الاستحاضة 2 شهر طهر تصلي فيها بعد 2 شهر نعطيها 6 أيام حيض 2 شهر استحاضة 6 أيام حيض وهكذا باقوز باقوز طيب المسألة الثانية إذا كان تتكررت كذلك وانتظم تكرارها تكررت كذلك وانتظم تكرارها كيف صورة انتظام التكرار صورة المسألة مثال أنها في شهر الأول طهرت 24 يوم في الشهر الثاني 26 يوم في الشهر الثالث 9 أشهر في الشهر الرابع 2 شهر بعدين تكرر نفس الشيء 24 يوم 26 يوم 19 شهر وهكذا نأتي بالدورة هذه فنحيضها أرد نطهرها في على حسب الدورة هذه يعني ثم استحيضت نحليها طهرها أولا 24 يوم ونعطيها عادتها 6 أيام ثم في الشهر الثاني نعطيها طهر 26 يوم وحيضها 6 أيام ثم في التكرار الثالث نطهرها 9 أشهر ونعطيها حيضها 6 أيام ثم في الدورة الرابعة نحيضها 6 أيام ونجعل 2 شهر طهرها من الدم الاستحاضة
متى هذا؟ إذا كانت عندها دورة منتظمة متكررة. أعلم. مثال ثاني، مثال ثاني أسهل، مثال ثاني أسهل. مثال: هي استحيضت، هي استحيضت، عرفنا نحن إذا كانت عندها تمييز كما قال الشيخنا، وهذا كله هذا محل إذا لم تكن تمييز. أما إذا كان عندها تمييز بأن كانت ترى الدم ميرا وإيتم، فالإيتم هذا حيض، الأسود حيض، والميرا هذا الأحمر استحاضة، وإن طال، وإن طال بشرط أن لا ينقص الإيتم عن الأسود عن 24 ساعة، وأن لا يزيد أي الإيتم عن 15 يوم إلى يليها. واضح؟ الأحمر الممير ألا الأسود لا يزيد عن، فحينئذ نقول هذا الأسود حيض والأحمر استحاضة. واضح؟ واضح. فالضعيف استحاضة وإن طال. طيب، لا قال ما عندها تمييز، هي ترى الدم بلون واحد، أو فقدت شرط من شروط التمييز، التمييز شروط. كيف؟ قال نعم، هي لها عدم تكرر في شهر يناير، مثال يعني يناير أحسن، في شهر محرم أحسن، محرم في شهر محرم جاءها عادتها كم؟ عادتها 6 أيام، في شهر صفر 7 أيام، في شهر بعد صفر ربيع أول 8 أيام، ربيع ثاني 9 أيام، ثم استحيضت، فالعبرة بآخر عادة. فإذا كان لها عادة متكررة بعدين في شهر جماد الأولى 6، جماد الثاني 7، رجب 8، شعبان 9، هكذا دورتها هكذا 6 7 8 9، 6 7 8 9 في كل 14 تدور الدورة هذه. باقوس باقوس تم تم. مسألة بن يحيى: الدم الخارج للحامل بسبب الولادة قبل انفصال جميع الولد وإن تعدد عن الرحم يسمى طلقا، وحكمه كدم الاستحاضة، فيلزمها فيه العصر والطهارة والصلاة، ولا يحرم عليها ما يحرم على الحائض حتى الوطن. أما ما يخرج لا بسبب الولادة فحيض بشرطه. نعم، لو ابتدأ بها الحيض ثم ابتدأت الولادة انسحب على الطلق حكم الحيض، أي سواء مضى لها يوم وليلة قبل الطلق أم لا، على خلاف في ذلك انتهى. وما خرج بعد انفصال الولد وإن بقيت المشيمة فنفاس. نعم. قال: مسألة نياء، أي نقل من الحماس والحيب عبد الله بن عمر بن يحيى، قال: الدم الخارج للحامل بسبب الولادة قبل انفصال جميع الولد، ما حكم هذا الدم وما اسمه؟ الأصح في المذهب الإمام الشافعي أن الحامل تحيض، لو خرج دم وهي حامل فهو حيض بشرطه، وهذا هو المعتمد في المذهب. يقال امرأة حامل ولا يقال امرأة حاملة، لماذا؟ لأن الوصف لا يشترك فيها الذكور والإناث، ما يصح أن تقول رجل حامل لكن لك حامل ما يتأدى، برمبوانة حامل لا بأس. نعم، لو كان هذا حامل قرطاس على رأسه، امرأة حاملة تقول حاملة، ليه؟ لأنها يشترك الذكر والأنثى، حاملة قرطاس قد باق في رأسها كذا، هذا حاملة، هذا رجل حامل قرطاس، وهذه امرأة حاملة قرطاس، لكن حامل البطن، حامل البطن الرجل ما يشارك المرأة، إذن لا يقال امرأة حائضة، ليه؟ لأن الحيض ما يشارك الرجال النساء، ولا يقال امرأة حاملة، ليه؟ لأن الحمل، الحمل هذا حمل البطن ما هو حمل القرطاس،
حمل البطن هذا ما يشارك، إذن لا يصح أن تدخل فيه علامة التأنيث إذ هو وصف لا يشارك فيه الرجال النساء. قال للحامل سبب الولادة قبل انفصال جميع الولد، ما حكم الدم هذا يخرج من المرأة قبل انفصال الدم؟ يخرج. قال فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيبة صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله عليه وسلم. هذا الطلق من حيث اللغة، الطلق اسم للوجع عند الولادة، ومن ثم قد يخرج دم هناك عند الطلق، يقال لذلك دم الطلق، دم الطلق، لكن حقيقة هو اسم للوجع. فلما اشتد بها الطلق أي وجع الولادة. نعم. وإن تعدد، قال بسبب الولادة قبل انفصال جميع الولد هذا الدم يخرج يسمى دم الطلق، وإن تعدد عن الرحم يسمى طلقا، يسمى هذا الدم يسمى دم الطلق. لماذا؟ لأنه يخرج مع الوجع، مع وجع الطلق، فلهذا سمي دم الطلق، وإلا حقيقة الطلق اسم للوجع على اسم للدم. هلا، فالطلق في الحقيقة في اللغة إيش؟ اسم لوجع الولادة لا للدم. فلما خرج ذلك الدم مقارنا لذلك الوجع سمي دم الطلق. باقوس. نعم. قال ما حكمه؟ قال قدم الاستحاضة سما سما، على الأصح أنكم ليس بحيض. ليه؟ لأنه أقل من يوم وليلة، وليس بحيض لأنه من آثار الولادة بسبب تحركت له الوجع الولادة خرج الدم، لأن انزعاج البدن بالطلق يدل على أن خروج لهذه العلة. ونحن قد قلنا دم الحيض إيش؟ دم جبلة لا دم علة. هذه المرأة خرج منها الطلق لماذا؟ بسبب انزعاج الرحم لقرب أوان الولادة، إذن بسبب العلة، إذن لا بسبب الجبلة، فإذن ليس بحيض، ليس بحيض صح؟ ليس بحيض، وليس هو بنفاس، وليس هو بحيض. ليش حكمه؟ قال كدم الاستحاضة سماء سماء، فما حكمه؟ قال فيلزمها فيه التعصيب، تعصب وتصلي، والطهارة تتوضأ، والصلاة، ولا يحرم عليها ما يحرم على الحائض حتى الوطن. يعني غاية أنا مشكلة زيطة مسكين بالولادة عجبة الطهارة مسكين. حتى والدم يجري لا يحرم، حتى والدم يجري، لأنه ليس بحيض، ليس بحيض، دم هو دم فساد. ألم؟ نعم. والأولى أن لا يعطيها زوجها. في نجاسة هذا وصاخ، هذه الأولى يعني ما هو حرام، الأولى. قال أما ما يخرج لا بسبب الولادة، كأن جاء الحامل خرج منها دم لا بسبب الولادة، ما بسبب الطلق، فهو حيض بشرطه. ألا فحيض بشرطه. ألا نعم، لو ابتدأ بها الحيض ألا وهي حامل قبل الطلق، ثم ابتدأت الولادة، ثم جاء لا، ثم جاء وجع الولادة الطلق خرج الدم، قال انسحب على الطلق حكم الحيض. ألا سواء مضى لها يوم وليلة قبل الطلق أم لا على المعتمد، وقيل لا إن مضى يوم وليلة فدم الطلق دم حيض، وإن كان أقل فليس بحيض، والمعتمد أنه سواء مضى لها قبل الطلق يوم وليلة أم لا فالدم هذا الطلق المتصل بدم قبله فالكل حيض، على القول الأصح بأن الحامل تحيض على خلاف في ذلك. انتهى. وما خرج بعد انفصال الولد وإن بقيت المشيمة فنفاس، ما يقال حيض. متى يسمى حيض؟ إذا فرغ الرحم. كم في الرحم؟ ساتو دوا تيقة؟ كان ساتو عاد ما في نفاس، دوا عاد ما في نفاس. قال كم؟ ثلاثة في بطنها، ثلاثة. إذا خرج الثلاثة فرغ الرحم، الآن يسمى هذا الدم بعد ذلك بعد فراغ الرحم يسمى دم النفاس، ما دام عاد في واحد داخل وفي واحد برا.
هذا ما يقال نفاس، حتى يفرغ الرحم الآن يقول هذا نفاس. واضح؟ إذن متى ينسحب على الطلق أنه حيض؟ إذا تقدم، وقلنا بالأصح أن الحامل تحيض، فحاضت وهي حامل ثم جاء وجع الولادة وخرج دم الطلق، عرف؟ فحينئذ نقول للطلق حكم الحيض فلا تمتنع من الصلاة بشرطه، عرف؟ لهذا قال المشيمة، معلومة المشيمة، المشيمة هذه بعد ما يخرج الولد يرتبط الصب بالكيس، هذاك الكيس يسمى المشيمة، الكيس هذاك يسمى المشيمة. وقد جرت العادة في جاوة هنا، عادة ما أنزل الله بها من سلطان، أنهم إذا دفنوا المشيمة إيش؟ إيش يعملون؟ يعملون إسراج أو شيء هكذا، إيش؟ المشيمة، اسم المشيمة؟ لا هم إذا أنهما يعني تدفن، يعني المشيمة السنة فيها تؤخذ وتدفن، هذا سنة دفنها، لكن ما يعتقد بعض الناس أنها تؤخذ كذا ويطرح فوقها سراج أو نحو ذلك، ما أنزل الله به من سلطان، عوائد ما أنزل الله بها من سلطان، وإن كان كثير من الناس يفعلها لا ينبغي فعلها، لا ينبغي فعلها. طيب قال عرفنا هذا هو. هذا بعض المسائل، لم يطول هنا في باب الحيض ولا باب الاستحاضة، وإلا في المسائل كثيرة، لكن على الإنسان إذا اشكل عليه مسألة في درس أو في تقرير، سواء سنتري سواء قرو سواء ذا، يسأل، ما في شيء، كلنا محل النسيان، كلنا محل الجهل. أنا عرف الإنسان يا خير، ما عرف يروح يبحث ويراجع ويأتي لنا بالجواب، لكن لا يسكت أو يتكلم في مسألة لا يعرف حكمها بغير علم، سواء التلميذ أو الأستاذ، لأن بغلط الأستاذ يغلط تلاميذ كثيرين، وكل الغلط يكون هذا جهل مركب، لأن الجهل المركب أن تفهم المسألة على غير فهم، هذا شو جهل مركب. جهل بسيط، أنا ما أعرف هذه المسألة، علموني، علمناه، صار يعرف الآن، جهل بسيط هذا. كان جهل مركب علمناه، قال لا أنتم غلطانين أنا على الصح، جهل مركب، نسأل الله العافية والسلامة من الجهل البسيط ومن الجهل المركب، وأن يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى ما جهلنا، ويوفينا للعمل بما علمنا، ويوفينا الإخلاص بما علمنا وفي ما علمنا، ويرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء سامعا وشفاء من كل مرض وداء، يصلح لنا القلوب والقلب، وافتح علينا وعلى هؤلاء الطلبة والطالبات تتوح العارفين، فقهنا اياهم في الدين، علمنا اياهم التوحيد، اياهم الى سواء السبيل، واجعلنا اياهم نعلم العارفين العالمين العلم اليقين عين اليقين حق اليقين، وارزقنا كمال الاقدى بنبينا محمد سيد المرسلين رب العالمين، وارزقنا كمال التقوى وكمال الاستقامه، وان يرينا حقا حقا، وارزقنا اتباعنا الباطل الباطل، وارزقنا الجنه، ولا يجعل مشتبها علينا فنتبع الهوى، واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحه الى حضره النبي. فاتحه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على سيدنا محمد العظيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فكهنا وفك أهلنا، وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علما، نحظى بالخير ونخفى كل شر، ربنا واصلح لنا
كل شؤون، وأكر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أقرب من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.